منطقة غرارة التي تضم آلاف العوائل لا يختلف واقع حالها عن أغلب مناطق العاصمة بغداد بغياب البنى التحتية وقلة تجهيزها بالطاقة الكهربائية. ورغم قدم هذه المنطقة إلا أنها ومنذ 20 عاما لا يصلها التيار الكهربائي نتيجة عدم نصب أعمدة الطاقة فيها، حتى تبنى أهالي المنطقة تلك المسؤولية على حسابهم الخاص والمعاناة مستمرة. الكهرباء قالوا احنا ما عندنا، لا عندنا اعمده ولا عندنا اسلاك ما ضغط عالي، انتم عليكم الام كي، هذا الام كي يعني الضفيره. فعلا احنا اضطرينا يعني شو نسوي يعني؟ قالوا يا بنجمع انا بالنسبه لي انا اذا اقول ليش انا اللي جمعت، يعرفوني بالمنطقه ابو احمد انا اللي جمعت العلميه 100. ونصبنا ذن الاعمده، اشترينا الاعمده حفرهن وصابوهن وشيتهن، احنا وصلناه للاخير. وهم انا اقول لك انا عندي هسه باقي فلوس ماكو، باقي 3 اعمده للاخير ما واصله. اطفال فقدوا حياتهم ومواطنون تعرضوا لتشوهات جسديه نتيجه الصعقات الكهربائيه، وتكثر تلك الحوادث في موسم الشتاء. عندنا طلاب مدرسه يجون منا يروحون للمدرسه، من يصير مطر منا هذا الوايرات اللي موجوده جناكم تشوفوها، هذا يصير كلها مي، يجدح واحد يضرب الله، والله يمكن من 2 3 ماتوا اطفال وموجودين شهادة وفاة، اي واحد يجي من المسؤولين خليه يشوف لهم اياه، شهادة وفاة موجودين، مو بس موته، حتى انا جرحى بيهم، يعني يصابون يعني بالمستشفى، مو واحد ولا 2 ولا اول مرة، جهالنا وحتى كبار ما يدرون، انا من الناس امشي من هنا، شو عرفني هاي، وهذا الدليل. الدليل موجود واقع، يعني مو انا احكي لك ايش فيه. ما حققته وزارة الكهرباء من انجاز في هذه المنطقة يقدر بنسبة 10% حسب ما تضمنه المخطط المقدم من قبل سكان المنطقة، وما تبقى منها لا يحتمل الضغط الحاصل كون المنطقة لا تمتلك سوى محولة كهرباء واحدة، ولا يمكن ان يستمر الحال على ما هو عليه الان كما يقول الاهالي. ندى المرسوم من بغداد، التغيير.